السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رفضا لجواز التلقيح، العديد من المغاربة يحتجون بعدد من المدن المغربية، ونبيلة منيب تتزعم المتظاهرين البيضاويين ضد جواز التلقيح وتدخلات أمنية في احتجاجات جواز التلقيح. شارك الآلاف من المتظاهرين مساء اليوم الأحد في عدد من المدن احتجاجا على إلزامية جواز التلقيح، وعبر عدد من المواطنين اليوم الأحد عن رفضهم لهذا القرار عبر مشاركتهم في مسيرات ووقفات احتجاجية حاشدة في مختلف المدن المغربية. ووسط إنزال أمني كثيف، ردد المحتجون شعارات تدعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها وتعبر عن رفضهم للتلقيح الإجباري ضد كوفيد-19 معتبرين ذلك حقهم. وخرج المتظاهرون في كل من مدينة طنجة وتطوان وفاس ومكناس والعاصمة الرباط ومراكش والدار البيضاء، بالإضافة إلى مدن الجنوب مثل أكادير وغيرها من المدن المغربية. وتزعمت نبيلة منيبة الأمينة العامة لحزب الاشتراك الموحد المئات من المواطنين بمدينة الدار البيضاء في مسيرة احتجاجية رفضا لإجبارية جواز التلقيح. وقبل الانطلاق الفعلي للمسيرة، أعطت منيب تصريحات صحفية أدانت فيها الأخيرة لغة الإجبار من خلال فرض جواز التلقيح. وتدخلت القوات الأمنية بالقوة في بعض الاحتجاجات، اتناقلت صفحات فيسبوكية مظاهر تعنيف وتدخلات أمنية خلفت معها مصابين وموقوفين كما هو الشأن بالعاصمة الرباط والدار البيضاء. ورفع المحتجون في الشوارع المغربية شعارات رافضة لإجبارية التلقيح، مؤكدين على حقهم في الاختيار بين التطعيم ورفضه، كما حملوا لافتات تندد بفرض جواز التلقيح بشكل حد من حقوقهم وحرياتهم.